الأبطال الخارقون يعيشون بيننا اليوم. صحيح أنهم لا يرتدون ملابس تنكرية ولا يطلقون أشعة الليزر من أعينهم، لكنهم يتمتعون بقدرات رهيبة. في هذه الحلقة سنتعرف معكم على أقوى الرجال في هذا الكوكب. لننطلق. أرباب هيزر هايات. لا يتميز هذا الرجل بجسمه الضخم فحسب، بل بقوته أيضا، فهو قادر على جر حافلة أو رفع سيارة صغيرة. لا يحب هذا الرجل الذهاب إلى صالة كمال الأجسام، بل إنه يستعمل المركبات في التدريب، كما أنه يتناول حوالي 10,000 سعرة حرارية يوميا، ذلك أكثر مما يتناوله الإنسان العادي بأربع مرات. ينفق هذا الرجل الكثير من المال على نظامه الغذائي، لكن ذلك يساعده في الحفاظ على قوته، كما أنه يشارك في مسابقات المصارعة، ولا أحد يمكنه التفوق عليه. إذا رأيتم هذا الرجل أمامكم فمن الأفضل تجنبه. ماتيخان أسخابوف. تمارين التوازن صعبة جدا، لكن هذا الرجل يتقن التوازن لدرجة لا تصدق. يمكنه أن يحافظ على توازن جسمه في أصعب الوضعيات، وهو أمر يعجز عنه أمهر لاعبي الجمباز. يمكنه أن يقوم بتمارين الضغط على أصابعه، وقد سجل رقما قياسيا عالميا في تلك التمارين. الرجل الذي اشتهر في السابق بممارسة تمارين الضغط على الأصابع هو بروسلي، لكن الواضح أن أسخابوف يتفوق عليه في هذا المجال. يعاني أسخابوف من تشوه خلقي يجعل المشي صعبا بالنسبة له، لكنه رغم ذلك رياضي ماهر ويصعب التفوق عليه. مارتن ليسيس. مثل كل الرجال الأقوياء يحب مارتن رفع الأثقال وجر السيارات، لكن مارتن ليس قويا فحسب، بل إنه حصل على لقب أقوى رجل في العالم عام 2019. يمكنكم مشاهدته وهو يرفع هذه العجلات الضخمة، وستشعرون بمدى صعوبة الأمر. في بعض الأحيان يبدو وكأن رأسه سينفجر من الضغط. يعشق هذا الرجل رياضة رفع الحجارة الكروية، ويمكنه فعل ذلك بسهولة تامة. إنه مثير للإعجاب. ديمتري بيلايتس. ما ترونه أمامكم هو شاحنة بيلاس، وهي أكبر شاحنة في العالم، وهذا الرجل على وشك أن يجرها على مسافة 3 أمتار. إذا كنتم تعتقدون أن 3 أمتار مسافة قليلة، فعلينا تذكيركم بأن هذه الشاحنة تزن حوالي 70 طنا. عادة ما يجر الرجال الأقوياء سيارات تزن 20 طنا، لكن هذا البطل قرر تجريب شيء جديد. تم تسجيل إنجازه كرقم قياسي عالمي جديد، وهو الرقم الذي يستحيل على شخص آخر تحطيمه. إذا كانت لديك شاحنة معطلة، فأنت الآن تعرف بمن يجب أن تتصل. جون فرانسوا كارون. سنتعرف الآن على بطل كندي يمكنه جر شاحنة ثقيلة على مسافة 15 مترا. تدرب هذا الرجل كثيرا بدون استسلام لينجح في تحقيق هذا الإنجاز. يمكنكم مشاهدة الشاحنة وهي تتحرك بسرعة وكأن شخصا ما يقودها. يعشق جون فرانسوا منافسات رفع السيارات، وهو يرفع السيارات الصغيرة بسهولة تامة وكأن وزنها 30 كيلوغراما فقط. إذا كنت تتذمر من ثقل الأكياس بعد التسوق، فتذكر ما يفعله هذا الرجل، وحينها ستشعر بتحسن. آلان نيستيناش. الآن سترون أغرب رياضة في العالم. هذا الرجل هو بطل في مصارعة الأرجل. إنها رياضة مشابهة لمصارعة الأذرع، لكن هنا يتم استعمال الأرجل بدل الأذرع. إنها من الرياضات الشائعة في إنجلترا، ولا أحد يمكنه التغلب على آلان في هذه الرياضة. صحيح أنها رياضة غريبة، لكن لديها الكثير من المتابعين. لا تقلقوا، المشاركون يغسلون أرجلهم جيدا قبل المشاركة، ليس لجعل المنافسة أسهل، بل فقط كي لا تعكر الروائح الكريهة مزاج المشاهدين. ناردي ستايلز. من المدهش مشاهدة رجل ضخم يجر شاحنة ضخمة، لكن ماذا لو قامت فتاة بفعل ذلك؟ هذه الفتاة ليست بطلة خارقة من الأفلام، بل إنها فتاة تحب ممارسة الرياضة وخاصة رفع الأثقال. عند مشاهدة التمارين التي تقوم بها يوميا ستفهمون السر وراء قوتها. يمكنها الركض وهي تحمل صديقتها، ويمكنها جر عجلة كبيرة أثناء التدريب. بعض الرجال لا يمكنهم ممارسة هذه التمارين الصعبة،
تستحق هذه الفتاة بعض التصفيق. جيمشيد ترايف، كم مرة يمكنك رفع جسمك وأنت معلق؟ هذا الرجل يستطيع فعل ذلك 19 مرة، لكنه يفعلها وهو يمسك القضيب المعدنية بإصبعين فقط. ذلك جعله يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يحتاج رفع الجسم بهذه الطريقة إلى الكثير من التدريب ومعرفة نقاط قوة الجسم، لكن هذا الرجل يفعل ذلك بسهولة تامة وباستعمال أصابعه فقط. إنه أمر لا يمكن أن نشاهده كل يوم. مايت بو ماغنوس، هذا الرجل ليس عاديا. مارس تسلق الجبال منذ طفولته وفاز بالبطولة النرويجية لتسلق الجبال وعمره 13 عاما. بعد ذلك توقف عن ممارسة هذه الرياضة، لكنه بقي مهووسا بالتسلق. التمارين التي يؤديها اليوم مدهشة، وإذا دخل عالم الجمباز فسوف يحصد الكثير من الألقاب. ما يفعله يحتاج إلى جسم قوي وقبضة حديدية إضافة إلى الكثير من التركيز. لا ندري بالضبط سبب تخلي هذا الرجل عن رياضة التسلق، لكن مشاهدة ما يقوم به ممتعة للغاية. أناستازيا الرابعة، سحب سيارة بالحبل هو أمر ممل للغاية، ولذلك قررت هذه الفتاة سحب سيارة بواسطة شعرها. إنه أمر مثير للإعجاب، إنها قوية جدا وشعرها أيضا في غاية القوة. نحن نتساءل عن نوع الشامبو الذي تستعمله. هذه الفتاة أيضا نجحت في تسجيل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. برايان شو، لقد رأينا الكثير من الرجال الأقوياء اليوم، لكن برايان مميز للغاية. نجح هذا الرجل في رفع 7 براميل يصل وزنها الإجمالي إلى 900 كيلوغرام. الواضح أن برايان لم يشعر بذلك الوزن إطلاقا. في مهمة أخرى، نجح برايان في رفع مدفع قديم كان يستعمل أثناء الحرب الأهلية، وقد رفع برايان المدفع بكل سهولة. حتى الحجارة الضخمة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه. هذا الرجل لديه العديد من الأرقام القياسية. توم ستولتمان، ربما يكون رفع الحجارة الكروية الضخمة المنافسة المفضلة للرجال الأقوياء، وذلك ما يتفوق فيه توم ستولتمان. يملك هذا الرجل العديد من الأرقام القياسية في هذه الرياضة، وهو يحمل تلك الكرات وكأنها كرات بلاستيكية. دينيس سيرينكوف، هل تحب أكل الجوز ولكن لا يمكنك تكسيره؟ لا تقلق، هذا الرجل يمكنه تكسير الجوز باستخدام إصبع واحد فقط. كما أن تكسير الجوز ليس المهارة الوحيدة التي يتقنها، إنه بطل العالم في مصارعة الأذرع. لا توجد أي فرصة للفوز أمامه. يمارس هذا البطل الكثير من التدريبات التي جعلت ذراعه ضخمة وقوية للغاية. حتى مصفحته يمكن أن تكون فكرة سيئة. وأخيرا، بريساس بروكلين، استطاعت هذه الطفلة أن تقوم 20 تمرين سحب و60 تمرين ضغط حين كان عمرها 4 سنوات فقط، والآن هي بعمر 7 وتمارس رياضة رفع الأثقال. يمكنها أن ترفع أثقالا تفوق وزن جسمها. هذه الطفلة يجب أن تكون قدوة لكل محبي الرياضة. الأمر المدهش هو أنها حصلت على أول تدريب لها حين كانت بعمر 10 أشهر فقط. دعونا نأمل أن تحصل هذه الطفلة أيضا على بعض الوقت للعب وممارسة مختلف الأنشطة التي يقوم بها الأطفال في مثل هذا العمر. الحصول على جسم قوي يحتاج إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. أخبرونا في التعليقات عن الشخص الذي أذهلتكم قوته.